ليلو إذا سكسي أجدد مغازين ولا غزيز تديد دي غنش مازيخ دا استمتلايت من إخوة كواسة مازيخ. وكلكم تتعرفوا على أن عنده واحد صديق حميم اللي هو موحى من أبناء تيفلت البررة اللي كان مع المرحوم ميلود المغاري، ما سمحتش لي الفرصة باش يحضر، ولكن اللي تنحييو عليه سيستاتي هو أنه تيحب الأغنية الأمازيغية وتيجتهد باش يعطيها أحسن رونق. سي عبد العزيز مرحبا. مرحبا بسي عبد العزيز تاتي، صفقوا عليه كاملين إلا سمحتوا. فنان كبير اللي عطى شيء كثير. الجمهور ديال فاس اليوم بان ليا مازال ما دفاش معانا، مع واحد مشهور في الاغنيه الشعبيه المغربيه اللي هو عبد العزيز التاتي. فين الجمهور ديال فاس؟